الأمامية بحسب الجانب داخل من تحت العمليات خطيرة التصويبة ممكن التصويب التحتير التصويب جول 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 أتفاعل مع الهدف لفنيتو واليدو أتفاعل مع الهدف بالطريقة التي سجل بهذا الهدف صورة رائعة أداء جيد يعني الدفاع كله كان في جهة والتسجيل كانت العملية خطيرة التصويبة ممكن التصويب التحتير التصويب جول 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 لكن زميلي خالد الجديد هل يعطينا الصورة الواضحة اللاعب اللي سجل الهدف في اللحظة الماضية يعني كرة لعبات بصورة جميلة جدا من خلال حضور جيد اللاعب اللي غادي يكون أمامنا واللاعب لعبوا بأعتقد لاعب شاف معايا بصورة بالفعل 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 وكانش مكنش خطا لعبوا بي كيتمكن من تسجيل هذا الهدف بصورة رائعة شاف معايا الدفاع من دريس وأيضا بويسكا يعني جوج لاعبين هاسموا طريقة اللي قام بتسجيل يعني